اهلا بيكو. ده الفيديو الثالث في الكورس ديفلوبمنت او الكورس ديزاين. الحقيقه احنا في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا بسرعه عن ليه بنستخدم الكورسز وايه اللي يفرقها عن الليسنز وهي بشكل عام ايه الكورس. لكن في الفيديو ده باذن الله هنبتدي نتكلم بقى عن ازاي نعمل كورس. برضو قبل ما ابتدي الفيديو ده احب انبهك لحاجة، دي محاضرة واحدة هنتكلم فيها ازاي نعمل كورس. التفاصيل اللي موجودة جوه ممكن تتوزع على محاضرات كتيرة، المحاضرات دي ممكن تعمل كورس لوحدها، فبس احنا هنحاول نهايلايت النقط الاساسية وانت تحاول بقى تزود معرفتك بكل نقطة في عن طريق خبرتك وعن طريق قراءاتك المستقلة. فأول حاجة الحقيقة هنتكلم فيها في creating the course ان انت محتاج تعرف المتدرب على او الطالب بتاعك على ايه هي البيج بيكتشر. بيج بيكتشر انت محتاج تشوف الكورس ده هيخش فين، ايه لازمته، موجود ليه، يا ترى هو موجود لوحده ولا في اطار مجموعة تانية من الكورسز. فبعض النقط مثلا ان انت لو بتجهز الكورس ده في جامعة او في مدرسة هتلاقي ان الجامعة او المدرسة لها بروجرام ديزاين او كوريكولم ساعات بيسموه. الكوريكولم او البروجرام ديزاين الكورس بتاعك موجود فين، فيه بيخدم انهي حتة، فيه ايه اللي هيجي قبليه وايه اللي هيتحط بعديه، ايه المخرجات العامه للكورس للبروجرام وازاي انت هتخدمها من خلال مخرجات الكورس بتاعك. برضو من ضمن الحاجات لو في كارير ديفلوبمنت، لو احنا بنتكلم على كورس بيساعد مثلا الناس انها تتعلم بروجرامنج، فالنهارده المفروض الناس دي جات لك بتعرف حاجات معينه والمفروض هتطلع من عندك تعرف ايه علشان تكمل عليه بعد كده وتبني عليه الكارير بتاعها، فده برضو انت محتاج تحطه في اعتبارك وانت بتصمم الكورس. يجي بعد كده طيب لو احنا بنشتغل في مؤسسة واحنا مثلا تبع الـ HR department وبنعمل كارير development، الكورس ده او الكورسز دي وقع فين في الكارير development وايه علاقتها باللي قبل واللي بعد. طيب لا ده انا اندبندنت ترينر وبدرب الناس على حاجات مختلفه، مازال انا علشان اجتذب الكاستمر بتاعي المفروض ان انا عندي تخيل ايه الكاستمر ده جاي بخلفيه شكلها ايه وعايز يبقى ايه، هو ده اللي بحطه في الماتيريال اللي بعلن بيها عن الكورس بتاعي. يبقى المفروض ان في تريننج في الكاستمر نفسه له اهداف وله احتياجات انت المفروض ان انت بتوفيها. هتوفيها ازاي، ايه اللي هو محتاجه علشان توفيه، فده برضو لازم يتحط في اعتبارك. وكل ده النقط دي كلها على بعضها بتمثل ما اللي بنقول عليه البيج بيكتشر، احنا فين وجايين منين ورايحين فين. يجي بعد كده النقطة المهمة قوي بقى، انت خلاص بدون تعرفت المتدرب او الطالب بتاعك جاي منين ورايح فين، يبقى تبتدي تحط اوبجكتيفز للكورس، ايه الحاجات اللي هيطلع بيها من الكورس. يمكن هنا انا حاطط صورة عشان تفكرنا ببلومز تاكسونومي ان كل ليفل من التعليم له احتياجاته وله المتطلبات المفروض يطلع بيها. عادة لو احنا بنتكلم في التريننج زي ما قلنا قبل كده بيقع في الابليكيشن حوالين الاندرستاندينج والاناليزنج، فبالتالي انت بيبقى ده الديزاين بتاعك، الاوبجكتيفز بتاعتك المفروض تروح في اتجاه النقط دي من التريننج. كده ممكن يبقى فيه نوليدج بوينتس برضو تحطها. فيبقى جنرالي الاي لوز بتجمع النولج بسكيلز والابيليتيز اللي هي عرفناها كعناصر من التريننج او الليرنينج بشكل عام قبل كده. المفروض بقى الاي لوز بتاعتك تبقى جزء ما يبقاش نشاذ في المقطوعه بتاعت البيج بيكتشر. البيج بيكتشر فين؟
يبقى المفروض انت بتملى بعض الفراغات فيها عشان تساعد الصورة على انها تكتمل. يبقى الاوبجكتيفز بتاعتك او الانتندد ليرنينج اوتكمز لازم تخدم ايه البيج بيكتشر. برضو وانت بتحط بقى الاوبجكتيفز لازم تماتش، زي ما قلنا دلوقتي في بلومز تاكسونومي، او رجعنا بسرعه بلومز تاكسونومي، المفروض الماتشنج ده يبقى والله المفروض انا في الليفل بتاع اندرستاندينج، يبقى المفروض يبقى يفهم الدنيا ماشيه ازاي والحاجات علاقتها ايه ببعضها. اذا كان بالابلكيشن يبقى لازم هيبقى فيه في الكورس جزء من تطبيق، هيعمل حاجه، هيقدم حاجه، هينفذ حاجه وما الى ذلك. بعد كده برضو الحاجة اللي للأسف بنغفل عنها كتير في حياتنا واحنا بنعمل الكورسز او حتى بنعمل الليسن، هو لما احط اوبجكتيف هقيسه ازاي. وهنا يمكن يحضرني في احد الديزاينز اللي اتفرجت عليها او قريتها، كان مثلا بيقول لك ان the student should be able to work under stress. ده واحد من الاوبجكتيفز اللي حاطينها، the student should be able to work under stress. أول سؤال يخطر في بالك هو إيه؟ How are you going to measure stress؟ إيه يعني إيه stress بالنسبة للطالب؟ هعملها إزاي؟ إزاي هقول فعلاً الطالب كان work under stress or not؟ فحتى لو كانت دي في حد ذاتها حاجة من الحاجات اللي من المخرجات أو اللي عايزها الطالب يطلع بيها، صعب جداً إن أنت تقيسها، فما تقدرش تحطها كده explicit. ولو حطيتها explicit دور بقى على طريقه تقيس بيها how to work under stress. طبعا في ردود على الكلام ده، انا مش بقول انه غلط 100%، بس زي ما بقول لك اول حاجه تخطر في بالك هقيسه ازاي الاسترس ده. طيب بعد ما حددنا الاي لوز بتاعتنا، نبتدي نبص بقى ايه الموضوعات اللي محتاجين نحطها عشان نفيل النولج جاب. خلي بالك تاني، احنا لسه كنا بنتكلم من شويه صغيرين في الفيديو اللي فات ان الكورس بيملى جاب bigger than the lesson. bigger او smaller still it is a gap. هنملاها ازاي؟ ايه الموضوعات اللي هتوصل بيك للاهداف بتاعتك؟ عشان كده يمكن اول حاجه بقولها plan buttons. ادي الاوبجكتيفز، ده اللي المفروض المتدرب او الطالب بيطلع بيه. طيب عشان يوصل هنا محتاج ايه؟ وعشان يجيب ده محتاج ايه؟ وعشان يجيب ده محتاج ايه؟ لغاية ما نوصل في الاخر لورا بان احنا بنوصل نقول والله خلاص يبقى احنا كده وصلنا عند البريكوز، دي الحاجات اللي انت اساسا جاي لي عارفها، يبقى الجاب كده اتملت، وانا حطيت النولج والابيليتيز والسكيلز اللي محتاج احطها في الكورس عشان املى الجاب دي. من الحاجات اللي بتساعد كتير خصوصا لو بتدي كورس لاول مره، هي ان انت بص، طب روح شوف الناس عملت ايه قبل كده. لو الكورس ده في ناس اديته قبل كده، نادر قوي لما بتلاقي نفسك بتدي كورس ما حدش اداه قبل كده، ده نادر لكن بيحصل. لكن لو انت في العادي الافريج انك بتلاقي الكورس ده حد اداه قبل كده، فبتروح تبص طب الناس قالت ايه؟ ايه التوبكس الاساسيه اللي الناس اتكلمت بيها؟ لان برضو التوبكس اللي الناس التانيه بتتكلم فيها بتمثل الاكسبكتيشن بتاع الطالب او الترينر اللي جاي يتعلم معاك. فهو لما انت بتبص على الناس اغلبها بتشتغل في ايه، هو ده اللي هو متوقعه. لو انت ما اديتوش اللي هو متوقعه هيبقى فيه ديسابوينتمنت. طبعا ده مش معناه ان انت بتاخدها ستيب باي ستيب وبوينت باي بوينت، ليس بالضروره، وانما بس تاخد بالك ان دي النقط الاساسيه اللي الناس بيتكلم فيها، يبقى لازم انا اتكلم في حدودها، ولو اهملت بعضها او اضفت حاجه من عندي يبقى احتاج ان انا اعمل لها جاستيفيكيشن علشان ما يبقاش في ديسابوينتمنت من الناس اللي جايه تتعلم معاك. بعد كده نبتدي نحط السيكونس والريليشن بتاع التوبكس دي. طبعا الخطوه دي خطوه مرتبطه قوي بالخطوه اللي قبليها. ليه؟ لان في الاخر احنا برضو بنتكلم على التوبكس، وانت عاده وانت بتختار التوبكس بتلاقيها جايه ان سيكونس،
بس مع ذلك انت محتاج تبص بقى الديتيلز في الليفل بتاع ايتش توبيك، هنحط فيها قد ايه، هنا بس هنذكرها ونعمل ديفينيشن، او هنا هنحط رسمه بس، او هنا هنقضي وقت طويل عشان انا يهمني الطلبه يبقوا عارفين كويس ازاي يعملوا الحته دي وما الى ذلك. برضو انك تحط التوبكس في التايم تيبل، ان انت يبقى عندك اجنده للكورس هيتقال في اليوم الفلاني كذا وفي اليوم الفلاني كذا وفي اليوم الفلاني كذا، تقوم تلاقي الحاجه بقى لها ترتيب منطقي. سوري، هي في الاصل ليها ترتيب منطقي، بس انت حطيتها كمان في الترتيب الزمني. يا ترى الترتيب الزمني والترتيب المنطقي ماشيين مع بعض ولا في بينهم مشكله؟ تقوم تعيد الترتيب تاني. من الحاجات بقى اللي هتساعدك قوي هنا، او الحاجات اللي هتطلع بيها مهمه قوي في الخطوه دي، هي ان انت تشوف، طب والله انا كنت عامل حساب الحته دي انا بقعد اتكلم فيها 3 ساعات، ودي كنت بتكلم فيها ساعتين، ودي كنت بتكلم فيها نص ساعه، تيجي تحط في الجدول تلاقي الجدول مش هيسمح بكل ده، يبقى هتضطر ان انت تشيل حاجات دي، تأثرها، تشيل بعض الديتيلز، بحيث ان انت تحاول تظبط الوقت. احنا لسه ان شاء الله في المحاضره الجايه هنتكلم على التايم مانجمنت، لكن فور ناو انت بتحاول تشوف التوبكس والديتيلز بتاعتها بحيث ان هي تفت الوقت. دي هتحتاج مني محاضرتين، دي هتحتاج نص محاضره، طب اللي هتحتاج محاضرتين ولا هتحتاج نص محاضره دول نقسمهم ازاي؟ علشان في الاخر يبقى الوقت متظبط معايا. من هنا برضو الوقت كافي ولا مش كافي، علشان توبك بحالها ممكن تتشاف. At the end of the day مفيش كورس في الدنيا هيقول كل حاجة، ولا أنا بتكلم معاك هو في كورس تريننج اوف ترينرز أنا مش بقول لك كل حاجة، مش ببخل عليك، بس عشان أقول لك كل حاجة، أولاً أنا معرفش كل حاجة، مش حد في الدنيا بيعرف كل حاجة. ثانياً هقضي معاك وقت قد ايه؟ احنا الكورس ده كورس من الكورسات اللي تعتبر طويله، طيب كان هيبقى اطول بقد ايه علشان اقول لك كل اللي عندي وكل اللي مش عندي كمان؟ طبعا لازم ده تحطه في العقد. لازم انا علشان اديك الكورس ده اخترت التوبكس اللي هتكلم فيها بشكل احسن، ورميت بعض التوبكس وبعضها ممكن اكون انا بحبه او شايف انه مهم، لكن لازم ارتب الاولويات عشان الوقت يبقى مناسب للكورس اللي بتكلم فيه. يجي بعد كده بقى، خلاص انا زي قسمت التوبكس وحطيت لها على التايم تيبل، يبقى كل سلوت في التايم تيبل عباره عن لسن. يبقى المفروض بقى كل لسن اعمل له بلان، وهنا انا مش هتكلم في تفاصيل، احنا اوريدي عندنا محاضره سابقه عن بلاننج فور ا لسن. فانت هتروح بقى، خلاص انت عرفت النهارده هتقول ايه وبكره هتقول ايه، تروح للسن بلاننج وتبتدي بلان ايتش لسن على اساس اللي انت عايز تقوله فيه. الخطوه اللي بعد كده كرييتنج الكونتنت. انت عملت بلاننج للسن، وتعرف برضو زي ما اتكلمنا في محاضرة قبل كده تجيب الكونتنت منين، الريسورسز، يبقى نبتدي نعمل الكونتنت. اولا ما تهملش ابدا انك تتكلم على بورد، اوكي، ان انت تمسك تباشيرة او تمسك قلم وتبتدي تكتب قدام الناس. في توبكس كتيرة جدا ممكن تعمل فيها سلايدز، بس الاحسن انك تقف تتكلم على السبورة. وده الحقيقه من تجاربي انا على مدار السنين اللي فاتت، في توبكس عملت لها سلايدز جميله وحطيت فيها مجهود كبير، لكن السلايدز الولاد في الاخر فصلوا. لازم ان انا كنت اكتب على السبوره، لما ابتديت اكتب خطوه بخطوه بايدي قدامهم وبتكلم وانا بكتب، ابتدى التركيز يعلى والفايده تعلى. برضه هتعمل سلايدز ولا مش هتعمل؟ وهيبقى شكلها ايه؟ الفيديوز، هتعمل فيديوز وتحطها على الانترنت، او تعمل فيديوز وتحطها مصاحبه للمحاضره بتاعتك؟ يا ترى هتعمل ريدنج ماتيريال؟ هتكتب لهم حاجات تكست يقروها ولا لا؟ كل ده كرييشن. ارجع تاني من الاول وهتلاقي ان التوبيك اللي فوق هنا مكتوب ايه؟ كيوريت. كيوريت بمعنى ان انت بتجمع حاجات من بره. كتير قوي مننا بنبتدي الكورس اول مره ندرس كورس بان احنا نجيب ماتيريال بتاعت حد تاني، وقلنا
من حقنا نستخدم بعض الحاجات وازاي واللايسنسنج وكلام من ده، بتجيبها وتجمع بيها وتعمل الكورس، ما بيبقى لكش انت حاجتك الشخصية الخاصة بيك اللي كتبتها في الكورس ده، ده بيسمه كيوريشن. ومع ذلك مهما كان ليك خبرة فما زال انت ممكن تعمل كيوريشن، بتلم معلومات، بتجيب فيديو، لو هتحط فيديو مثلا مش ضروري انت تكون عم تجيب فيديو حلو شفته انت تحس ان هو مناسب تحطه في المحاضرة بتاعتك، بتجيب reading material من كتاب او من محاضرات تانية او يبتدي الناس يشتغل يقروها او يتعلموا منها بناء على اللي انت عايز تحطه في المحاضرة بتاعتك. ف creating the material مش ليس بالضرورة يعني ان انت هتعمل كل حاجة from scratch، وان كان ده وارد طبعا، لكن برضو داخل فيه ان انت بتجمع ماتيريال ناس تانية عملتها وتستخدمها انت في الكورس بتاعك او في المحاضرة بتاعتك. بس هنا عند الكورس lesson creation او creating the content بحب اقف عند نقطة مهمة، ان انت لو هتحل example الحقيقة ما تدخلش تحل اكزامبل قدام الطلبه او قدام المتدربين من غير ما تكون انت عملت براكتس عليه. وده برضو انا بحكي لك هنا من خبرتي الشخصيه اكتر من مره الحقيقه على مدار السنين، انسى النصيحه دي واخش اشتغل، ويقوم يخطر في بالي فكره اكزامبل واقوم رسمه وابتدي اشتغل واكتب. انا كراجل خلفيتي هندسه ودرس في كليات الهندسه، بيبقى اكزامبل مساله وبتحل بتحط ارقام او بتبتدي تحط المعادلات وتشتغل عليها، واقوم انا لابس في الحيط ما اعرفش اكمل الاكزامبل. طبعا بيبقى اولا فيها احراج ليا، ثانيا بيبقى فيها لخبطه، ده الاهم، لخبطه للطالب ان هو الله هو ايه المساله دي ما بتتحلش، طب بتتحل ازاي، طب انا دلوقتي طلعت بايه الاكزامبل ده كده، احنا خلصناه ولا ما خلصناهوش، هو لسه في حاجه المفروض تاني تتعمل او تتقال. الحاجات دي خلي بالك منها، عشان كده براكتس دايما الاكزامبل قبل ما تخش تحله، غير طبعا ان انت براكتس المحاضره، لكن الاكزامبلز تحديدا اللي هي المفروض بتكتب خطوه بخطوه على السبوره دي لازم تعملها براكتس قبل ما تخش المحاضره بتاعتك. نقرب بقى من الاخر وهو الاسسمنت. الاسسمنت بقى بتاع الكورس، هتقيم اداء الطلاب ازاي؟ بعض الكورسات البروفيشنال ما بنحتاجش نعمل فيها اسسمنت من باب ان انا ادي الطالب فيدباك واقول له انت تستاهل 90% وانت تستاهل 70%، ده عادي جدا في كتير من التريننج في البروفيشنال كورسز، لكن ما زال كتير برضه من البروفيشنال كورسز بتحتاج امتحان وبتحتاج تقييم وبتحتاج درجات. كل بقى الكورسات تقريبا كل الكورسات اللي بنديها اندر جراديوت او في المدارس برضه بتحتاج تقييم، فلازم تعمل ديزاين للتقييم بتاعك ده هيمشي ازاي؟ هتعمل قد ايه؟ يا ترى هتديهم اساينمنت كل محاضره؟ هتديهم اربعه كويزز على مدار الكورس؟ ولا كويز كل محاضره؟ ولا هتعمل ميد ترم وفاينل وبروجكت؟ ولا هتعمل ايه؟ اوكي؟ فبرضه قد ايه هتدي اسسمنت؟ وبعدين الاسسمنت دي هتتوزع على الكورس ازاي؟ ومواعيد تقديمها هيبقى ايه؟ الديدلاينز بتاعتها هتبقى ايه؟ اذا كان في امتحان او ان كان في اساينمنت او ان كان في بروجكت او تبص على امتى؟ وبقى انتم واخد ده كله وحطه على الاجنده او الكالندر بتاعه الكورس، يقوم يبان قدامك الصوره، ادي الكورس، ادي الليسن، وادي الاسسمنت ماتشنج مع بعض. يا ترى عشان يعمل الاساينمنت دي او عشان يعمل البروجكت ده هو محتاج الماده دي؟ محتاجها، يبقى لازم دي تيجي قبل ده. لا مش محتاجها، يبقى انا ممكن اغير هنا او هنا، صح؟ ويجي بعد كده بقى النقطه الثانيه اللي للاسف برضو بنغفل عنها كتير من الوقت، هو كل واحدة من الاسسمنت تولز دي محتاجة قد ايه شغل من الطالب بره المحاضرة او بره الكلاس روم. لان لما تيجي تبص انت مش شغال في فراغ، انت شغال في جامعة او في مدرسة وبالتالي في كورسات تانية، يا انت شغال بروفيشنال واغلب الناس دي جاية لك عندها شغل وعندها التزامات عائلية وعندها وعندها وعندها، ازاي ده هيخش في وقتهم؟ يا ترى الوقت اللي مطلوب عشان يعمل
الاساينمنتس او البروجكتس او البورتفوليو او اللي مطلوب او يستعد للامتحان، الوقت ده متاح لي ولا مش متاح لي؟ دي لازم تحطها في اعتبارك. وبعدين الريسورسز، يا ترى عندهم الامكانيات الكافيه؟ لما باجي اطلب بروجكت مثلا، انا اطلب البروجكت، الامكانيات بتاعت البروجكت متوفره في السوق المحلي؟ متوفره من اصله؟ طب متوفره سعرها قد ايه؟ الطالب العادي اللي معاك اون ذا افريج هيقدر يشتري الحاجات دي ولا المفروض انت اللي تكون شاريها له، ولا العمليه تو ماتش اند سو؟ فبرضه دي كلها اعتبارات لازم تحطها في بالك وانت بتصمم الاسسمنت. اخيرا ارجع من الاول تاني. طبعا انفينيتلي لا، مش هتفضل تلف حوالين نفسك الى ما لا نهايه، لكن بعد ما بتخلص على الاقل اول سايكل ارجع وبص تاني. اوبجكتيفز، توبكس، الارينجمنت اوف ذا توبكس، الليسن بلانز، الاسسمنت، يا ترى كل ده متوافق مع بعضه وماشي مع بعضه بشكل فيه هارموني، ولا محتاج تبتدي تعمل عملية تقديم وتأخير لبعض الاسسمنت تولز أو بعض الليسنز؟ دي برضو نقطة من النقط المهمة اللي بتخلي الكورس يطلع بشكل فيه تناسق وتناغم أحلى من لما أعمل العملية دي بسرعة واجي في النص اكتشف ده كان المفروض يبقى دي هنا، وكان المفروض دي يبقى أنا ما قلتلكوش على الموضوع ده and so on. فgoing in cycles help في تحسين أدائك وتحسين تصميمك للكورس. يبقى احنا ارجو بقى ان انا ما كنتش طولت عليكم. يبقى احنا لغايه دلوقتي عملنا ايه؟ احنا اتكلمنا عن what is a course، how do we why do we use courses، واخر فيديو اللي هو احنا طولنا فيه مع بعض شويه ده how to design a course. النقط دي هي اللي محتاج انك تاخد بالك منها بشكل عام وانت شغال على الكورس علشان تعمل ديزاين احسن. واحدة من النصايح بقى الحقيقة اللي اتعلمتها مع الوقت ان دايما يفيدك لو ان في حد تاني قاعد معاك بتصمموا الكورس مع بعض، سواء من الاول خالص from scratch، واحد من الزملاء او حتى واحد من الاسيستنس او طالب من الطلبة. في ناس اقترحت مثلا انك تعمل فوكس جروب للديزاين بتاع الكورس، مفيش مانع. الفكرة الاكسبيرينس بتاعتي في الحتة دي لقيت ان احلى الكورسات اللي طلعتها او اللي انا كنت على الاقل حاسس بالرضا عنها كانت كورسات انا اشتغلت فيها مع حد تاني، استخدمت فيها خبرات حد تاني، استعنت فيها بحد تاني، طلع الكورس بشكل انا كنت سعيد بيه اكتر من كورسات تانية كتير انا بقدمها وبحبها. فالحقيقة دي نصيحة من خبرة سنين ارجو ان هي تقدر تستعملها. وانا كنت انا عارف ان مش دايما ده بيبقى متاح، لكن كل ما تقدر تلاقي حد تقعد معاه وتتكلم معاه وتناقشه في نقطة او تناقشه في الموضوع كله على بعضه، استفيد بالفرصة دي لان النتيجة بتاعتها بتبقى كويس. يبقى احنا كده اتكلمنا على الكورسز وهاو تو ديزاين اند بريبير كورس، ارجو ان نكون استفدنا منه. المحاضره الجايه باذن الله هتبقى محاضره عن ازاي نقيم الكورس وازاي نشوف عمليه التعليم نفسها كانت مفيده ولا ما كانتش مفيده. اشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله.